كون مزيان واحد العام نشوفوه الوداد والرجاء دابزوا على البطوله، هما اللي عندهم ليفيكتيف، هما اللي عندهم جمهور، بداو مزيان البطوله، عندهم نقاط. دونك هذا العام حنا ملي كتشوف هذا الشيء كتقول واه بعدا غتخدم على العام اللي جاي ان شاء الله تبني فرقه باش نرجعوا في مستوى. وانا كنامن بهذا البروجي، سينو ما كنتش غنبقى. نقول الصراحه انا عندي بروجي ديالي وانا كنامن وكنقول للجمهور ديالنا يصبر يصبر ويثق في البروجي، باسكو هاد الناس اللي جاوا دابا 10 سنين داو ارقاب داو لي تيتغ والبروجي ديما لا فيزيون اللي عندهم ديما كتوصل. دونك خصهم يثقوا ويجيو يشجعونا، باسكو اليوم كان الماتش ديال الضغط. دونك الناس اللي جاوا اليوم كيبان ليهم هادو الجمهور ديال الفاتح بصح جاوا حكا. انا ملي كنشوف لي فار السيمانه اللي دازت الضغط اللي كانوا عندهم وكيفاش عمروا الستاد وراو ليكزومبل. حنا ولا باغيين نلعبوا على الارقاب ولا نكونوا خصهم يجيو يعمرونا الستاد سينو بلا ما يهضروا، باسكو فيسبوك تويتر يعرفوا يهضروا يجوا يعمروني الستاد دو كوموند 8000 بلاص 8000 يجوا من بعد والله حتى يهضروا والله ما نقول شي حاجه.